قامت به إسبانيا غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا. القرار ماهوش باش يقبل الحل هذا ولا مش الحل هذا. لما تقول يعني من أحسن الحلول هي الحكم الذاتي ولا إسبانيا، ما خصهاش تنسى بلا إلى يومنا هذا مسؤولية تاعها ما زالتش من الصحراء الغربية. في قانون دولي ما دام ما كانش حل للصحراء الغربية مهما كان الحل، يعتبرها القانون الدولي هي الدولة المتصرفة حاليا، سي لا بيسونس ادمينسترانت دي سارا اوكسيدنتال. هذه نساوها. احنا الاسبانيول، الدولة الإسبانية عندنا معها علاقات طيبة، وكان فيه قرب يعني كيما إيطاليا كيما كذا. رئيس الحكومة تخلى على كسر كل شيء، رئيس الحكومة مش إسبانيا. وباش نطمن الأصدقاء الإسبان، الشعب الإسباني، الجزائر عمرها ولا تتخلى على التزامها بتموين إسبانيا بالغاز.